ماذا تعرف عن الكرغلة؟ خلال الحكم العثماني لبلدان شمال إفريقيا، ليبيا، تونس والجزائر الذي دام أكثر من 300 سنة، ابتداء من سنة 1515 وحتى 1832، وهو تاريخ استعمار الفرنسيين والإيطاليين لهذه الدول. توافدت على دول شمال إفريقيا جموع العسكريين والإداريين والكثيرين من العائلات العثمانية، وبالتدريج تكونت جالية تركية بلقانية جد مهمة في المنطقة. يطلق اليوم عليهم لفظ الكراغلة في غرب الجزائر، ويسمونهم القراغلة في قسنطينة والكلاغلة في وسط الجزائر، ويطلق عليهم الكوارغالية في تونس وليبيا، وهم نفسهم الذين تسميهم الوثائق الاستعمارية الفرنسية بلفظ كروغلي كروغلي أو كلوغلي. وأصل التسمية راجع للمصطلح التركي كول أوغلي، وترجمتها الحرفية ابن الخادم. وكان السلاطين العثمانيين يسمون كل من دخل في سلطانهم وخدمهم من الجنود والإداريين من أصحاب الدواوين وحتى الوزراء بالخادم كول، وليس لهذا المصطلح أي علاقة بالعبيد كما حاول بعض كارهي الخلافة العثمانية الترويج له. فابن العبد باللغة التركية هو كول أوغلو، وتختلف في الكتابة والنطق عن كول أوغلو. وابن الخادم أو الكراغلة هو مصطلح شامل يطلق على كل من جاء من العثمانيين الأتراك. ليسوا كلهم بالضرورة من قومية الأتراك، بل منهم الكثير من الألبان والشراكس والبوسنة وباقي إثنيات شرق أوروبا التي كانت تشكل القوة الضاربة لجيوش العثمانيين، كما تشمل هذه التسمية ذرية الزيجات المختلطة التي كانت بين رجال هؤلاء العثمانيين والنساء المحليات، تونسيات أو ليبيات أو جزائريات. من أهم الأسباب التي أدت لدخول العثمانيين من شمال إفريقيا هي الحملة الصليبية التي قادتها ممالك الإسبان والبرتغال ضد الشواطئ الجنوبية للبحر المتوسط. تلك الحملة التي كان من نتائجها احتلال الإسبان للكثير من المدن الجزائرية والمغربية والتونسية، احتلوا في الجزائر مدن وهران والعاصمة بجاية ومستغانم، واستنجاد أهالي هذه المناطق بالأساطيل العثمانية التي كانت تجوب بحار المتوسط، كما أن الدور السيء الذي لعبته الحكومات المحلية بتحالف سلاطينها مع الصليبيين. فمثلا قام الحفصيون في تونس والزيانيون في الجزائر بالتحالف مع الإسبان لدرجة إرسال رسائل للإسبان، وما زالت نسخ كثيرة منها موجودة تعلن الولاء لهؤلاء الصليبيين. كل هذه الأسباب مجتمعة أدت لدخول أساطيل العثمانيين وجيوشهم لهذه الدول. وعكس ما يظنه العامة، فإن المواجهات الأولى للعثمانيين لم تكن ضد الاحتلال الإسباني للمدن الجزائرية والتونسية، بل كانت مع الحفصيين حكام تونس الذين قاتلوهم نيابة عن حلفائهم الإسبان. ولم يستطع العثمانيون تحرير المدن المحتلة من قبل الإسبان حتى أسقطوا تلك الحكومات العميلة للإسبان الزيانية والحفصية، مما كلف الدولة العثمانية جهودا كبيرة في محاربة هاتين السلطتين والقضاء عليهما. ثم بعدما تم لها التخلص منهما، استطاعت أخيرا تحرير المدن التي احتلها الإسبان كبجاية والعاصمة ووهران، والتي كانت كلها مستعمرات إسبانية. فدخول العثمانيين لم يكن سهلا لبلدان شمال إفريقيا، لأن أول من حاربهم في الجزائر وتونس هما سلطتا البلدين الحفصيين والزيانيين بالنيابة عن الإسبان. ولولا الإمبراطورية العثمانية لانهارت كل دول شمال إفريقيا وسقطت تحت يد الاستعمار الإسباني البرتغالي، كما سقطت ممالك طوائف بالأندلس في أيديهم بالتدريج. فقد كان الإسبان يتبعون خططا ذكية تقضي بمحالفة السلطة الحاكمة ثم استعمار الأراضي بالتجزئة. وللعثمانيين دور بارز مع الموركسيين وهم الأندلسيين المسلمين، فقد ساعدتهم سفن العثمانيين على الهروب من الأندلس ونقلتهم إلى المدن الجنوبية لضفة المتوسط لتعيد عملية توطينهم فيها، كما قد قدموا يد المساعدة للأشراف السعديين أصحاب الدولة السعدية التي حكمت المغرب الأقصى في حروبهم ضد البرتغاليين في معركة الملوك الثلاثة عبر إيفاد فرق عسكرية.
أما عن استقرار العثمانيين في الجزائر بعد فتحها وتوحيدها ضمن ملكهم، فقد استقر كل من الجنود والأسر العثمانية الكثيرة في مدن مشهورة، ومنها قسنطينة. استقروا فيها واتخذوها عاصمة لهم في بالك الشرق، وبنوا فيها عدة قصور، وكانت آخر حكامهم الشيخ أحمد باي الذي أسقط حكمه الفرنسيون. مدينة المدية استقروا فيها وجعلوها عاصمة لهم لبالك التيطري، تلمسان والعاصمة خصوصا دير إبراهيم والقصبة. وقد كان عدد المستقرين فيهم كعوائل من دون حساب الجنود في بداية القرن السابع عشر أزيد من 30,000 أوروبي من الجنسيات الأوروبية المشرقية التي خدمت السلطة التركية، فكانوا يمثلون حوالي ثلث سكان العاصمة آنذاك. ثم تناقص عددهم مع دخول الاستعمار الفرنسي، فتفرقوا في الريف وباقي المناطق المحيطة بالعاصمة هروبا من استهداف الاستعمار الفرنسي لهم، بحكم أنهم كانوا يمثلون الداعمين لشرعية السلطة السابقة الحاكمة للجزائر أي سلطة الأتراك. فصار عددهم داخل العاصمة في 6,000 من بين 32,000، هذا الأخير الذي كان يمثل العدد الإجمالي المتبقي لسكان العاصمة بعد دخول الاستعمار الفرنسي لها وتشريد أهلها. كما عمروا وادي الزيتون شرق بومرداس التي كانت مدينة خاصة بهم، ومدن القل ووهران وجعلوها عاصمة لهم في بالك الغرب، وكذلك تبسة، مستغانم، بوفريك، جيج المليانة، وزمورة. المدن المذكورة مذكورة حسب ترتيب حجم الجاليات العثمانية التي كانت متواجدة بها. كما نجد أن مدينة المدية كان العثمانيون قد جددوا بناءها وجعلوها مركزا مهما لهم، حتى قدر المتخصصون بأن عددهم فيها كان يقارب نصف سكانها. ومدينة تلمسان التي شهدت هي الأخرى توافدا للعائلات العثمانية واستقرار الجنود العثمانيين فيها، حتى شكلوا جالية مهمة نافست سكان تلمسان، وهذا لتثبيت وجودهم فيها خصوصا بعد الإبادة التي قام بها الجيش العثماني ضد الزيانيين. كما نجد نصوصا تاريخية وأشعار كثيرة تذكر الفتنة التي وثقها المؤرخون والتي وقعت في القرن الثامن عشر بين كرابلة تلمسان وباقي سكانها. هذه الفتنة أدت لاشتعال حرب أهلية داخل مدينة تلمسان، لم تنطفئ أحداثها إلا بعدما انتقل الباي العثماني من العاصمة مدينة الجزائر إلى مدينة تلمسان لتهدئة الأمور بنفسه. وقد ذكرت المصادر الفرنسية أن عدد الكراغلة العثمانيين في بداية الغزو الفرنسي كان حوالي 30% من سكان مدينة تلمسان. أما فيما يخص عددهم التقريبي في عموم الجزائر، فرجعت ذات المصادر الفرنسية أن عددهم لم يكن يتجاوز 5% من كل سكان الجزائر، بينما يرى المتخصصون بالتاريخ العثماني في الجزائر بأن سلطات الاستعمار الفرنسي حاولت تهميش عددهم لأسباب سياسية، لأنهم يمثلون السلطة القديمة أي أعدائهم القدماء، ولذلك فإن العدد الحقيقي لهم حوالي 10% من إجمالي عدد السكان دولة الجزائر، وهم في مجملهم داخل المدن الكبرى. ومن دلالات وجود هذه الجالية العثمانية في الجزائر الحالية هي تلك الألقاب العثمانية الكثيرة والتي ما زالت موجودة لحد اليوم، وهي منتشرة بكثرة خاصة في المدن السابقة الذكر، وهذه بعض العائلات الجزائرية من أصل عثماني: إسطنبولي، قهواجي، عصملي، ميصالي، قارة، قارة علي، أتشي، إسكندر، باشا، برصالي، بن دامرجي، بن زميرلي، بن حاجي، بوشناق، بوقنداقجي، بتشلابي، تركماني، تشاقر، تشامباز، تشمقجي، تشوكس، حسن باي، خزناجي، خوجة، كوج، دالي، دالي إبراهيم، دالي يحيى، دامرجي، زمير، زميرلي، سفربوني، شاندرلي، صابونجي، علجي، علي آغا، عثمانلي، قدندقجي، خاشقجي، ماهور باشا، تركمان، كازي أول، تاتار، مسقلجي، جولاق، وعائلات أخرى كثيرة لا يسع المجال لذكرها كلها. وهذه وثيقة تاريخية فيها ألقاب العائلات التلمسانية ذات الأصول الكرغلية العثمانية.
وآثارهم الباقية لا تقتصر على ألقابهم، بل تشهد الكثير من المدن السابقة تواجدا للقصور العثمانية التي شيدها أجدادهم، كمدينة قسنطينة وقصورها التي تعود للحقبة العثمانية، كقصر أحمد باي أو كقصر ليلة خديجة العمياء بالجزائر العاصمة، وكذلك سجن سركاجي الذي كان الأتراك أول من شيده كمعسكر لقواتهم العثمانية قبل أن يحوله الفرنسيون إلى سجن خاص. ومن آثارهم أيضا أبراجهم التي بنوها في برج بوعريج والمندية، دون نسيان المساجد التي شيدوها في جميع المدن التي كانت بأيديهم. في هذه الصورة سجن سركاجي، وهو مقر عسكري عثماني حولته فرنسا لسجن، علما أن كلمة سركاجي هي كلمة تركية تعني المحل الذي يصنع فيه مادة الخل. ومن أشهر شخصيات الكراغلة العثمانيين في الجزائر هما الإخوة بربروس الذين حرروا مدن الجزائر وتلمسان من الاستعمار الإسباني. كما كان كل دايات وحكام تونس والجزائر طيلة 300 سنة من العثمانيين. أما في العصر الحديث فلعل أشهر شخصية لهم هي الشيخ مصالح الحاج التلمساني أبو الوطنية الجزائرية، فهو من كراغلة تلمسان وبالتحديد من أصل ألباني، قدم أجداده من العثمانيين واستقروا في تلمسان. أما في تونس فالوجود العثماني ما زال ظاهرا لحد اليوم بكثرة مقارنة بالجزائر، وذلك راجع إلى أنها كانت بوابة العثمانيين التي دخلوا منها لباقي دول شمال إفريقيا، ويقدر المتخصصون نسبة المنحدرين من أصول أولئك العثمانيين وعائلاتهم في تونس بين 10 حتى 15% من إجمالي عدد السكان. أشهرهم هم الرئيس السابق لتونس الحبيب بورقيبة التي تعود أصوله لكراغلة ليبيا. وفي ليبيا فإن الوجود العثماني بارز في مصراتة التي تعتبر أهم مدن الكراغلة في ليبيا، لدرجة أنهم تجمعوا وتشكلوا في قبيلة يسميها الليبيون قبيلة كوارغلية. فهناك في مختلف مدن ليبيا حاليا أكثر من 15 قبيلة مصغرة تحمل هذا الاسم، وهي مصنفة في الأرشيف الإيطالي على أنها تجمعات العثمانيين المتبقية في ليبيا. هذه التجمعات هي في الأصل ليست قبيلة باتم بأتم معنى الكلمة، ولكنها تشكلت بحكم النظام الاجتماعي الليبي الذي ما زال مجتمعا قبليا لحد اليوم، تلعب فيه القبيلة دورا مهما. وقد كانت مصراتة هي مركز القوة والسلطة الإدارية والسياسية العثمانية في ليبيا، هذا يفسر نوعا ما إرسال تركيا لأسطولها البحري لمساعدة مدينة مصراتة دون باقي مناطق ليبيا أيام الثورة الليبية ضد العقيد معمر القذافي. كما استقر هؤلاء العثمانيون في طرابلس وبنغازي ودرنا والزاوية زليتين. والكراغلة في ليبيا هم لحد الآن شخصيات بارزة، ومنهم الرئيس الليبي الحالي مصطفى فوزي السراج الذي يذكر في كتابه أصول أجداده الذين جاءوا مع الأتراك وتزوجوا من نساء ليبيات واستقرت ذريتهم في ليبيا لحد اليوم، فيقول عن أصوله: وعموما فقد ساهمت هذه الجالية العثمانية الملقبة اليوم بالكراغلة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ونجحت في ترسيخ العادات والتقاليد التركية على وجه الخصوص والعثمانية بصفة عامة من لباس وأكل، لدرجة أنها تركت أثرها واضحا حتى في اللسان، لغة الشارع المحكية لسكان شمال إفريقيا، فقد أدخلت الكثير من الألفاظ التركية في القاموس الدارجي المحلية. ومن تأثير لغة العثمانيين على الكلام الدارج في الجزائر خاصة نجد كلمة نيشان، وهي كلمة تركية للإشارة والتوجيه، وما زال سكان الغرب الجزائري يستعملونها للتوجيه: روح نيشان، أي اذهب مباشرة. نجد كلمة تشاراك، وهي كلمة تركية محرفة وأصلها تشيرك، هلال، وهو شكل الحلوى الشائعة في العاصمة. كلمة شوربة هي كلمة تركية تعني الحساء، وما زال يستعملها الجزائريون بكثرة حاليا. ومن الوثائق النادرة التي تتحدث عن الكلمات التركية الكثيرة في الدارجة الجزائرية هو كتاب الأستاذ محمد بن شنب
الذي جمع فيه مئات الكلمات ذات الأصل العثماني في الجزائر، وهو كتاب نال به شهادة الدكتوراه. عنوان الكتاب بالفرنسية موتيوك اي بيرسون كونسيرفي دون دو بارلي الجيريان، الكلمات التركية والفارسية في اللهجة الجزائرية، وكتب سنة 1922.